السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة اس بي تي ماروك. بالنسبة للأشخاص لأول مرة كيشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك. طبعا إذا كان عندكم شي سؤال كتبوه على مستوى التعليقات. بالنسبة لهذا الفيديو غادي نشوفوا فيه مقرر لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 01624 بتاريخ 3 يوليو 2024 بشأن تنظيم السنة الدراسية 2024-2025 تحت شعار من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع. إذن مقرر السنة الدراسية فيه بزاف ديال المواد والمعلومات، إذن اللي بغى التفاصيل فبإمكانه أنه يقوم بتحميل المقرر في الموقع ديال الوزارة. أنا بالنسبة لهذا الفيديو غادي نركز فقط على الأشياء الأساسية اللي كتهمكم. إذن بالنسبة لهذا المقرر فهو يضمن تحقيق أهداف خارطة الطريق 2022-2026 من أجل المدرسة العمومية ذات جودة للجميع. إذن كاين بزاف ديال المستجدات والبرامج والمشاريع كمواصلة تعميم التعليم الأولي، تعميم تدريجي لمشروع مؤسسة الريادة بشكل ابتدائي بحيث أن انطلاقا من هذا الموسم الدراسي القادم غادي تزاد 2000 مؤسسة إضافية كل سنة. ايضا غادي يدخلوا المؤسسات ديال الثانوي الاعدادي في المؤسسات ديال الرياده، وغادي يبداو ب 230 ثانويه اعداديه ابتداء من الدخول المدرسي 2024-2025. غيكون ايضا توسيع اعتماد طبعا او تدريس اللغه الامازيغيه في المؤسسات الابتدائيه، توسيع تدريس اللغه الانجليزيه لتحقيق نسبه تصل ل 50% بالسنه الاولى من التعليم الثانوي الاعدادي، 100% بالسنة الثانية من هذه المرحلة التعليمية خلال سنة 2024-2025، إضافة إلى برامج أخرى. الباب الأول مقتضيات عامة. المادة 2 تنطلق السنة الدراسية يوم الاثنين 2 شتنبر 2024 وتنتهي في المواعيد المحددة في هذا المقرر، وذلك حسب الأسلاك والمستويات الدراسية. السنة الدراسية تنتظم في أسدسين يعني بجوج ديال الدورات، وطبعا غيكون فيها مجموعة من العمليات والأنشطة، إذا بإمكانكم توقفوا الفيديو وتقوموا بقراءة الأنشطة بالتفصيل. بالنسبة للمادة 4 غادي يلتحقوا أطر وموظفو هيئة الإدارة التربوية والتدبير، هيئة التفتيش التأطير المراقبة والتقييم، هيئة المتصرفين، الأطر ديال المستشاري التوجيه والتخطيط، وأطر المختصين التربويين والاجتماعيين، والأطر الإدارية المشتركة بين الوزارات يوم 2 شتنبر 2024. بالنسبة لأطر التدريس غيلتحقوا بالمقرات العمل يوم الثلاثاء 3 شتنبر 2024. بالنسبة للجديد هاد السنة التحاق التلميذات والتلاميذ، فالأربعاء 4 شتنبر 2024 تم تخصيصه لالتحاق التلاميذ ديال التعليم الأولي بالمستويين ديالو والسنة الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي. غيدخلوا أيضا السنة الأولى من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والجذع المشترك من سلك التعليم الثانوي التأهيلي. بينما يوم الخميس 5 شتنبر 2024 غادي يلتحقوا التلاميذ ديال السنه الثالثه والرابعه من سلك التعليم الابتدائي، السنه الثانيه من سلك التعليم الثانوي الاعدادي، والسنه الاولى بكالوريا من سلك التعليم الثانوي التاهيلي. يوم الجمعه 6 شتنبر 2024 غادي يلتحقوا التلاميذ ديال الخامس والسادس، التلاميذ ديال الثالثه اعدادي، التلاميذ ديال السنه الثانيه بكالوريا من سلك التاهيلي. طبعا خلال هذه الايام غادي يتم إطلاع التلميذات والتلاميذ على النظام الداخلي للمؤسسة، وضع نظام داخلي للقسم بشكل تشاركي مع التلاميذ، تعريف بالخدمات اللي كتقدمها المؤسسة، تعريف بالأندية التربوية، إذن كل ما يتعلق بالموسم الدراسي. بالنسبة للمادة 6 كيلتحقوا التلميذات والتلاميذ بالأقسام الدراسية، يعني انطلاق الدراسة بشكل فعلي غادي يكون يوم الاثنين 9 شتنبر 2024 بالنسبة للتعليم الأولي وأسلك التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيل. بالنسبة لإثنين 30 شتنبر 2024 غادي يلتحقوا الناس ديال الأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية. المادة 7 فهي كتهتم بلائحة العطل اللي كاينة في الجدول التالي. بالنسبة للعطل المدرسية غادي يكون عندنا عيد المولد النبوي الشريف غيتعطى فيه يومين. العطلة البينية الأولى غتكون من 20 أكتوبر 2024
إلى يوم الأحد 27 أكتوبر 2024 يعني 8 أيام. ذكرى المسيرة الخضراء يوم واحد، عيد الاستقلال يوم. العطلة البينية الثانية غتكون من الأحد 8 دجنبير حتى الأحد 15 دجنبير. فتح السنة الميلادية يوم الأربعاء يوم واحد. ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال يوم. عطلة رأس السنة الأمازيغية يوم. عطلة منتصف السنة الدراسية غتكون من يوم الأحد 26 يناير 2025 إلى الأحد 2 فبراير 2025. العطلة البينية الثالثة من الأحد 16 مارس 2025 إلى الأحد 23 مارس 2025. عيد الفطر غيكون فيه 3 أو 4 أيام. عيد الشغل يوم واحد. العطلة البينية الرابعة من الأحد 4 ماي 2025 إلى الأحد 11 ماي 2025. عيد الأضحى 3 أيام وفاتح محرم يوم واحد. بالنسبة للمادة الثامنة، الدراسة غادي تستمر بالنسبة لسلك البكالوريا حتى 24 ماي 2025. بالنسبة للسنة الأولى بكالوريا جديد على المشترك، وبالنسبة للتعليم الإعدادي والابتدائي فالدراسة غتنتهي يوم 28 يونيو 2025. بالنسبة للباب الثاني اللي عنده علاقة بالمراقبة المستمرة والامتحانات، فالفروض بالنسبة للتعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي وأقسام الفرصة الثانية غادي تدار حسب المذكرات، وأيضا تواريخ آخر الفروض غادي تتم حسب الجدول اللي عندنا في الملحق رقم 2. الجداول غادي نخليها لكم في الاخر ديال الفيديو، يمكنكم توقفوا الفيديو وتطلعوا عليهم بالتفاصيل. اذا بالنسبه لتوقيع محاضر الخروج، بالنسبه لاطر التدريس غادي يكون يوم 5 يوليوز، مع استثناء الاساتذه اللي عندهم طبعا مهام معينه فسيقومون بالتوقيع المحاضر مباشره بعد اتمام المهام. بالنسبه لهيئه التفتيش التاطير والمراقبه والتقييم، ابتداء من 12 يوليوز 2025 غيتم توقيع محاضر الخروج. بينما بالنسبة لأطر الإدارة التربوية والمستشارين في التوجيه والتخطيط والأطر الأخرى فغادي يقوموا بتوقيع المحاضر بعد إتمام جميع العمليات المرتبطة بنهاية السنة الدراسية. إذا عندنا الملحق الأول ديجا هضرنا عليه اللي هو العطل المدرسية، عندنا الملحق رقم 2 اللي فيه تواريخ الفروض والمراقبة المستمرة بالنسبة للأسلاك الثلاث. بالنسبة للتعليم الابتدائي، الامتحان الموحد المحلي غيدار هاد السنة الدراسية 2024-2025 ما بين 15 و 16 يناير، والامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية ما بين 19 و 20 يونيو. بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي، الامتحان المحلي غيدار 15 و 16 يناير 2025، والامتحان الجهوي يومي 17 و 18 يونيو. التواريخ الخاصة بالثانوي التأهيلي غتلقاوها في الجداول الأخرى. بالنسبة للثانوي التأهيلي سنة أولى بكالوريا، الامتحان الجهوي غيدار ما بين 26 و 27 ماي. وبالنسبة للسنة الثانية بكالوريا، الامتحان الوطني الدورة العادية ديالو غادي تكون من 29 ماي الى 2 يونيو. اذا نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد المعلومات. بالنسبه للاشخاص اللي بغاو يطلعوا على التفاصيل، طبعا يمكنهم يقوموا بتحميل المقرر الوزاري من موقع الوزاره. شكرا على الانتباه، والى فيديو اخر ان شاء الله.